أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من جبل الزيتون في أورشليم القدس. منواصل دراستنا من عزة المسيح على الجبل، وفي هذه الحلقة رح أتكلم عن موضوع كتير مهم، موضوع اللي تكلم فيه يسوع: أحبوا أعداءكم. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي المشاهدين، إحنا ما زلنا بندرس في عزة المسيح على الجبل، واليوم أحبائي رح نسمع شيء قاله يسوع المسيح اللي بيميزه، بخليه شخص متفرد، اللي كل العلماء والحكماء بتشهد لهذه الشخصية. قال يسوع: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. بيستمر قائلاً: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والأبرار ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون يفعلون هكذا أو هذا؟ إخوتي وأخواتي، قال يسوع: أحبوا أعداءكم. لأي شخص عايش في هذه البلاد طبعا صعب جدا. في هذه الفترة اللي أنا موجود فيها في أورشليم، في ظروف وأحداث سياسية كتير صعبة ومظاهرات في كل مكان في هذا الشهر، لكن أحبائي، كيف يصل إلى المستوى الرفيع إنه فعلاً يصل إلى درجة إنه يحب أعدائه؟ وما في بيت إلا تضرر في هذه البلد، وكل عيلة إلها يعني فقدت ناس، وكل أشخاص خسروا بيت أو أرض أو ممتلكات، أو أحد من الأولاد أو من العيلة موجود في السجن. فكيف أستطيع أن أحب الأعداء؟ ولما بتيجي بتتكلم لمجتمعنا هون عن محبة الأعداء، بيحطوها أو بينعتوك في كده حاجة: أنت إنسان مش طبيعي، أنت إنسان يمكن عميل، أنت إنسان كده، ويعني بأنه مش طبيعي اللي أنت بتحكيه، هذا ضعف وهذا خرافات وهذا مستحيل مش ممكن يتم. لكن أحبائي، وصية يسوع المسيح: أحبوا أعداءكم. المسيح ما نزلش من المستوى ولا من المقياس الكمال، وهذا اللي بنسميها النعمة العامة للجميع، محبة الأعداء. وهذا التعليم أحبائي موجود في العهدين، في العهد القديم وفي العهد الجديد: تحب الرب إلهك مثل نفسك، تحب قريبك كنفسك. لكن شو المشكلة؟ يعني الرب يسوع قال: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. لأنه صار اليهود أو الكتبة يبتدي يحللوا: طيب تحب قريبك، ومن هو قريبي؟ يمكن بس يكون أخوي. فإذا الغير يهودي ما هواش قريبي، هو أممي، فإذا أبغض عدوي، لا أكن له نفس هذه المحبة. المحبة هي من الله. المحبة اللي بيتكلم عنها المسيح هي المحبة الخارقة، هذه المحبة المنتصرة، هذه المحبة التي تقدم ولا تحجم، هذه المحبة هي المحبة الإلهية، هذه المحبة الغير محدودة، هذه المحبة الغير مشروطة، هذه المحبة الأزلية الأبدية، كما قال: محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. هذه المحبة اللي أحبنا فيها قبل تأسيس العالم.
هذه المحبة اللي بيتكلم عنها، لأنه هكذا أحب الله العالم، هكذا يعني ما فيش تعبير أو لغة ممكن تفهم عمق وبعد هذه المحبة. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هذا النوع من المحبة اللي بيتكلم عنه استحالة إنه أي إنسان يمارس المحبة بقدرته الذاتية، لكنه يحتاج القدرة والمعونة الإلهية لكي يحب، مش بس يحب الناس، يحب الأعداء. بكلمات مبسطة، عشان تحب عدوك لازم تكون مولود من الله، عندك طبيعة إلهية، وصرنا شركاء الطبيعة الإلهية حتى تستوعب وتقدر وتمارس هذا النوع من المحبة. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. The golden rule to love your neighbor as yourself, to love God with all your heart, soul, and mind, and to do to others as you would have them do unto you is a very well-known principle in Judaism and in other societies. In fact, I think Hillel gives us the opposite. He says, do not do unto others what you don't want them to do unto you. And it's a wonderful standard. It's a wonderful plumb line for understanding what the heart of the gospel is. Where Hillel says, do not do unto others what you would don't want them to do unto you, there we have sort of a principle of restraint, but Jesus wants it to take us to take it a step further, which is to be active. Do unto others what you would like them to do unto you. If you are seeing a person in need, help them, because if you were in need, you would want them to help you. This is how Jesus's love is expressed. I was hungry and you fed me. I was naked and you clothed me. I was thirsty and you gave me something to drink. Whatever you do to the least of these, you are doing unto me. Do unto others as you would have them do unto you. أحبوا أعداءكم. هذا النوع من المحبة لازم تكون مولود من الله، عندك الطبيعة الإلهية، عندك هذا التغيير الداخلي اللي بيعطيك القوة إنك تقدر تحب الآخرين وتحب الأعداء. هذا النوع من المحبة هي الشهادة عن المسيح. هذا النوع من المحبة هو تتميم ناموس المحبة، لأنه كل الناموس هو بكلمة واحدة، تحب قريبك. فإذا هذا الناموس، هذا الشريعة اللي بعلمنا، إذا أنت بدك تحب الله اللي مش شايفه، كيف بدك تحب أخوك اللي أنت شايفه؟ وبرسالة يوحنا يقول من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، من يبغض أخاه يبقى في الظلمة في الموت. فإذا هذا الشيء مهم جدا، بيتكلم عن الدوافع من جوا. لما الدوافع من جوا تغيرت، بصير عندي منظار، رؤية بتختلف عن الرؤية اللي أنا كنت بنظر إليها من زمان، لكن اليوم في محبة المسيح أستطيع أن أمارس هذه المحبة. تحب قريبك وتبغض عدوك، فهذه كانت يعني عبارة عن شرح لقوانين كثيرة نصوها ووصلوا لهذا الاستنتاج، مع أنه محبة حتى الأعداء واردة في العهد القديم. حتى اسمع ما يقول الكتاب، إذا صادفت ثور عدوك، الثور عدوك أو حمارا شاردا ترده إليه. يعني حتى اللي مش ملكك، ملك عدوك، بترجع له إياته. طبعا مكتوب لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك. وأهفت لرعخة كمخة، يعني بتحبه بالضبط كيف أنت بتحب نفسك.
إذا أنت وصلت إلى هذا النوع من المحبة عينيك بتتغير، قلبك بيتغير، بصير نير، بصير بسيط، بصير مستنير، بتصير تنظر لكل شيء من حولك من خلال محبة المسيح. فأيام المسيح أحبائي وصل هذا الموضوع إلى الأوج، يعني كان في عداء شرس بين اليهود وبين السامريين لدرجة أنه كان يصلوا، يعني أشكرك أني لست سامريا، كان الرجل يصلي أنه لست امرأة، وكان الرجل يصلي أني لست أمميا نجسا. وبعدين يعني والحبل على الجرار لوين بدي يصل، بتصير بعدين أنك مش بس اللي من خارج، بتصير حتى اللي أقرب، بتصير تكن إلهم العداء. وهذا أحبائي مظاهر الدين، مظاهر الدين بيبتدي البغضة للبعدين، وبعدين بيبتدي يقول أنه أنا أقدس منك، بيبتدي في الإدانة حتى من أبناء شعبه، من دينه، حتى بيبتدي في أسلوب التحقير إلى موضوع القتل من نفس الدين، بيقتل أخوه لأنه بيختلف عني. فالكراهية والحقد أحبائي مثل نيران تشتعل في الغابات فتأكل النار كل شيء. وهذا أحباء القلب الممتلئ بالضغينة والبغضة والكراهية رح تتحول إلى كل من حولك. بيصل الوضع الشخص اللي بيكره، مش بس بصير يكره الناس، بتصير تكره بيتك وتكره أولادك وتكره زوجتك وتكره كل شيء حولك. فإذن وين المقياس؟ وين إنك أنت بتوقف؟ فلما أنت بتبتدي تبغض أو تكره شيء، بيبتدي يتطور لدرجة إنه جسدك وحياتك تصبح مظلمة بالكامل. فالمسيح رفع المستوى أحبائي، قال يعني تحب عدوك، أحب أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا. ناس عم بتسيء وإنت عم بتصلي لها، ناس عم بتضطهدك وإنت عم بتصلي لها. يعني شفنا 21 شخص شاب مصري في ليبيا عم بيصلوا وهن عم بيندبحوا أحبائي، وأهليهم عم بيصلوا للأشخاص اللي قتلوهم. ما هذا النوع من المحبة؟ هذا نوع محبة بيسموها اختبارية، اختبروا محبة المسيح في الداخل، في الكيان، في الحياة، فغيرتهم. لا يستطيع أن يتكلم أو يتحرك أو يعبر إلا عن طريق هذه المحبة، المحبة الإلهية. في العهد القديم يقول إن جاع عدوك فاطعمه، واقتبست أيضا في العهد الجديد. أنا بصلي إن الرب فعلا اليوم يحررنا من الحقد ونرتفع إلى مستوى أعلى من بر الملكوت، مش نتحرك بالمشاعر، لكن المحبة هي إرادة، قرار. أنا عاوز أحب الشخص لأنه اختبرت هذه المحبة في حياتي. أحبوا أعداءكم يقول الكتاب، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. أبانا السماوي بيشرق الشمس كل يوم على الأبرار والأشرار، وبيعطي المطر نفس الشيء على الأبرار والظالمين، وعم بيعطينا الطبيعة، وعم بيعطينا الشجر، وعم بيعطينا الهواء، وكل يوم هو من نعمة الرب. فالله ما عنده تمييز، عم بيعطي الجميع، حتى الناس اللي ضده، وحتى الناس اللي بتكرهه، وحتى الناس اللي بتقول له ابعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر. هذه المحبة محبة اختبارية، محبة فدائية، لأنه لازم أكون مفدي بدم المسيح حتى أستطيع أن أحب الآخرين. شوفوا أحبائي، إحنا في مدينة القدس فيها كل الديانات وفيها التقاليد والأنظمة الدينية والأنظمة السياسية، وبتعرفوا أحبائي، لكن للأسف هذه البلاد ما أكثر الكراهية والحقد والضغينة.
إذا اختبرنا محبة المسيح وبنسلك في شريعة المسيح، كل الدنيا بتتغير والعالم بيتحول لفردوس جميل. أنا بصلي الرب يلمسك بمحبته اليوم ويلمس شعبنا وبلادنا بمحبة المسيح. الرب يباركك.